تتميز شركة العقارية جالاكتيك برو بمواكبة التطور ومجرات أحدث التقنيات في مشاريعها السكنية لتكون قابلة لتركيب أنظمة المنازل الذكية، والتي توفر لسكانها ميزات عدة من بينها الراحة، الأمان، وتوفير الطاقة. ومن بين هذه التقنيات التحكم عن بعد في درجات الإضاءة وضبط الحرارة داخل المنزل، بالإضافة إلى الأنظمة الأمنية الحديثة. احنا المشروع تاعنا اكزاكتومون انا سي لا ريزيدونس تاع عبان رمضان، عندنا 316 لوجمون 11 طوندي. الشركه حاليا راهي في الانجاز، انا في لي كوغون زوفر، ان شاء الله مده الانجاز المشروع هذا في مده 36 شهر. وانا المشروع تاعنا اكزاكتومون انا ناويين على كل حال نديروا حاجه مليحه، دي ابارتمون انتيليجونت افيك لا كاليتي برودوي ايطاليان، ان شاء الله نكون في المستوى. احنا سينا نخدموا بتقنيات حديثه، زدنا بعض التقنيات مثل السيستم انتيليجون دو سي ان سيستم دو كونترول اي سيكوريتي ا ديستانس. هذايا كاين اوسي ان سيستم دو كليماتيزاسيون شو اي فرو انديفيديوال بور شاك ابارتمون، باش نبدلوا الطرق القديمه اللي كانت العماره كومبليت تخضع لنفس لو سيستم تاع لو شو اي لو فرو. وكاين تقنيات ثانيه جماليه كما استعملنا تقنيات في لي روفاتمون دو مور دو سول في البلافون. وفي ظل تنامي الطلب على المرافق الترفيهيه والضروريه، فان الشركه العقاريه جالاكتيك برو ابت الا ان يتوفر المشروع على كل متطلبات السكان. On a essayé de faire une démarche de proximité. On se met à la place du citoyen algérien. Inch'Allah, nous donnons tout le confort ou toutes les nécessités dans un ensemble immobilier. Par exemple, une crèche, école primaire privée, deux piscines semi-olympiques couvertes avec salle de sport. كاين اوسي صال دي فات كاع واش يحتاجوا الانسان ابروكسيميتي. ولوج عالم المنازل الذكيه، وذلك من خلال توفر هذه المنازل مستويات عاليه من الرفاهيه، يجعل من الجزائر تدخل في خوض سباق تقني جديد كان الى وقت قريب يقتصر على بلدان قليله كالمانيا وسويسرا.